شوف وجود أول شيء البداية مهمة طبعا لكل الفرق، خاصة لما تلعب على أرضك وبين جمهورك، وتتكلم عن تاريخ المنتخب السعودي دائما هو يعني المرشح الأكبر في أي مجموعة يضعون المنتخب السعودي، هو المرشح يا يعني الأول يا يعني الثاني، مثل ما تفضل أبو تركي وأبو عبد العزيز، أبو حنين وأبو عبد العزيز. يمكن التصفيات الأخيرة كانت مجموعة جدا صعبة، استراليا واليابان، وقدرت أنك تتجاوز المنتخبين، سواء تعادلت هناك في استراليا وفزت عليهم هني، وكذلك المنتخب الياباني. ولكن الخوف بوجود اللياقة البدنية، لأن تم اختيارهم، هذا المتاح لمانشيني تقريبا، يعني إذا النسبة المئوية فقط 8 لاعبين اللي كانوا يلعبون بشكل مستمر في أول جولتين مع أنديتهم، أما الباقي يعني ما عندهم اللياقة البدنية. دائما اللياقة البدنية استمراريتك مع مباريات النادي، أعتقد الوقت غير كافي لرفع اللياقة البدنية اللي يحتاجها المدرب أو اللاعب اللي يصل إلى 100% إنه يلعب في مباريات دولية. ولكن خبرة اللاعبين وجودة اللاعب السعودي تفوق المنتخبات هذه. ثلاث نقاط أنا أعتقد راح يغير من شكل المستوى الفني في المباريات القادمة. الفوز جدا مهم معنويا، كذلك الجمهور، أنا أتمنى الجمهور يعني يكون جمهور خارج قبل يكون داخل ممتلئ، وجمهور سعودي ما يخاف عليه دائما وراء المنتخب، ولكن نبي نشاهده مباشر لأنه هو الحماس رقم واحد حق اللاعبين. وصدقني إذا كان تواجد الجمهور يمكن يتغلبون على العنصر اللياقي. دائما احنا لعبنا مرات يمكن ما تكون جاهز 100%، ولكن وجود الجمهور تنسى التعب، تنسى اللياقه، المخزون اللياقه اللي عندك يظهر بالحماس من قبل الجمهور. اول ربع ساعه جدا مهمه، خاصه على ارضك، يمكن المنتخب الاندونيسي يفاجئك في كره، لازم يكونون حذرين، يكون في توازن دفاعي توازن هجومي، حتى لو اذا على ارضك ما تهاجم وتنسى المناطق الخلفيه، يجب أنك أنت تكون متوازن. الهدف المبكر لصالح المنتخب السعودي لزيادة عدد الأهداف. كل التوفيق للمنتخب السعودي إن شاء الله في حصد أول ثلاث نقاط، والنتيجة إن شاء الله كبيرة لقادم المباريات القادمة إن شاء الله.